أجمل الكلمات في حق سمو رئيسي سمو سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لما استلم شهادة الدكتورة والتكريم لقائد الإنسانية. طبعا أنت كتبت أغنية جدا جميلة وكلمات جدا رائعة دكتور الشاعر عيسى العميري، احنا سعيدين بتواجدك اليوم ويعطيك ألف عافية ونتمنى لك كل التوفيق وتقبل الله طاعتك وما تبقى من الشهر. الله يطول بعمرك، كل عام بخير استاذ حصة واستاذ محمد الوسمي، وامسي عليكم وامسي على الساده المشاهدين، والشرف لي اني اكون ضيف عندكم، والشكر موصول لكم على الاستضافه، لان دائما تلفزيون الكويت متميز ويعني مميز ومتميز في الطرح والموضوع، وانا شهادتي فيكم مجروحه خلال ال 26 يوم قلبت الطاوله الاحداث كلها، الناس ما تتكلم على البرنامج قبل رمضانيه، وانا شرفت اني اكون عندكم ضيف اليوم ان شاء الله. ما شاء الله ضيف جميل وايضا ضيف كريم مشاهدينا، وايضا لا ياتي الا بشيء جميل مثل هذه الورود، اذا مخرجنا يحط عليها ورد جميل مقدمه من الدكتور الشاعر عيسى العميري. حياك الله وتقبل الله طاعتك. منه ومنك كل عام. نسميك دكتور ولا الشاعر؟ لا دكتور عيسى العميري. دكتور عيسى. دكتور عيسى. استاذ دكتور بالفن وال والله دكتور بالسياسه. دكتور بالسياسه وبالفن، طبعا الفن اللي هو موهبه كانت معي. امانه يمكن يعني انت دراستك كانت في العلوم السياسيه. نعم. الا ان فجاه الدم يحن للفن. فشفنا الكلمات انطلقت وال يعني الفن ازدوج مع المشاعر الإنسانية وطلع لنا شيء روعة. الله يسلمك. يعني احنا اليوم نقول الدكتور الشاعر، ف يعني اكيد ننطر ديوان وننطر شيء كبير ان شاء الله بالله، لان دائما الفن لما يقترن بالشهادات العليا والمراكز يكون شيء راقي. نعم. فاكيد انت راح تقدم للفن شيء راقي ان شاء الله، يلوك باسم حرف الدال ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. لان ليش الافرق بين الدكتور والشاعر؟ الشعر موهبه الواحد خذاها من فطرتها وقام يزاولها يعني، ولكن الدكتوره هذه خلال تجارب الحياه ودراسه الحياه وكذا اكتسبتها مع الدراسه، اما الموهبه اللي هي الشعريه فافضل دكتوره على الشعر، لان لها ابعاد يعني ثانيه سياسيه. ومثل ما تفضلت على المقدمه، اشكركم على المقدمه. أنا أول ما بديت طبعا تخصصي دكتوراه علوم سياسية وكاتب صحفي وما زلت يعني، وبعد حصولي على الدكتوراه قمت أكتب مقالات، ومن ثم طلب مني معالي وزير ديوان الأمير الشيخ ناصر صباح الأحمد أمسي عليه أبو عبد الله إني أسوي كتاب حق سمو الأمير، وعملت كتاب اللي هو صباح السمو والرفعة اللي لاقى صدى وقبول لدى الأمير وكرمني فيها الأمير، كان أعلى وسام أستحقه من سمو الأمير اللي هو العنوان كان صباح السمو والرفعة. طبعا بعدها طلبت من معالي من سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد اني اعمل له كتاب، وعملت له كتاب اللي هو عهد الولايه الوفيه، وتشرفت مقابلته اكثر من مره، وتم اهدائي كتاب شكر من سمو ولي العهد. ومن ثم انتقلت يعني من الكتب والتاليفات انتقلت الى الساحه الخليجيه، فكتبت عن الشيخ زايد رحمه الله عليه وقفته معنا في الكويت، وما يعني فعلا يعتبر رجل امين على دوله الكويت وقفته الشهمه. فعملت كتاب خير خلف بخير سلف اللي هو عن مسيره الشيخ زايد رحمه الله عليه حتى وصل ابنه سده الحكم. ومن ثم طلب مني معالي سفير الامارات لدى الكويت السابق رحمه الله عليه اللي هو الدكتور عابي اني اعمل كتاب عن محمد بن راشد. فعملت كتاب عن محمد بن راشد مكتوب بعنوان فارس التنميه والحضاره، وتم استلامه من قبل معالي. يعني هذا توسع خليجي نقدر هذا نقول. توسع خليجي وبعدها يعني نبي عربي. عربي ان شاء الله قريب ان شاء الله. وبعدها عملت كتاب حق سلطان عمان اللي هو سلطان الشموخ والعزه، ومن ثم الامير والد لقطر. وبعدين بعد الكتب هذه والخارجيه اتجهت في الكويت، كانت عندي ماساه مع الام، هذه طبعا اول نقله نوعيه اني انتقل من السياسه الى الفن، انا ما زلت بالسياسه واكتب واحلل بالسياسه. فكتبت بالفن، فكتبت قصه حقيقيه واقعيه عشتها عن ماساه الام. فكانت معي والدتي رحمه الله عليها، خلال 10 سنوات كنت معها العلاج في الخارج. وخلال هالفتره هذه شفت المها وصراعها وكذا، وترجمتها الى اغنيه. وكان هذه هدف بسيط ان كل واحد عنده ام يترحم عليها، واللي عنده ام موجوده يعملها الصدقات والخير هذه، لان هي اسمى رب الكون، يعني بعد رب العالمين ما في اسمى من الام
وفعلا عمل تقنيه وعملت كلمات جميله ولله الحمد لاقت صدى وقبول لدى الكل، وقناها برنس القناع العربي ماجد المهندس بن محمد صديق واخ وعزيز، وبشهاده ماجد مو بشهادتي انها لاقت صدى وقبول لدى الكل في الوطن العربي بما فيها المجلات وكذا. هذه كانت النقله النوعيه، ومن ثم اتصلوا فيني الشعار والملحنين قال دكتور كمل انت كمل ما دام وصلت الاحساس هذا كمل عليه لا توقف. وفعلا اخذت مجرد اراء يعني ما مكثت فيها. انت في اشعار ساعات تكون يعني مقروءه وفي نعم. اشعار اللي هي اللي تغنى نعم، وفي اشياء ما تناسب انها مكتوبه يعني وما تناسب انها تغنى. صح. هل جميع الاشعار اللي تكتبها لازم تغنى؟ مو شرط، في شيء نثر ما يتغنى، في شيء يعني شغلات ثانيه ما تغنى. فاقول لك رد على مو كل شعر يتغنى، لان تدريب فيها قافيه وفيها كذا وفيها كذا، فلها رمز معين. فبعد الامور هذه كلها تم تكريم سمو الامير في 9/9/2014 كقائد عمل انساني، لان فعلا سمو الامير وهذه الاغنيه اللي كانت نعم اللي عرضت قائد عمل انساني. فكلفت من معالي مدير مكتب سمو الشيخ صباح الاحمد اللي هو احمد الفهد امسي عليه ابو فهد، وكلفت من قبل الدكتور يوسف ابراهيم مستشار مالي اقتصاد اني اعمل اغنيه حق تليق بسمو الامير. لما يكون عندك اغنيه حمل كبير، رجل اول رجل اوحد، تاريخ كبير ان الامير يكرم في الوطن بالعالم اجمع، يعني تكريم غير مسبوق في التاريخ، غير مسبوق صحيح، حمل كبير. تقعد شنو الكلمات اللي تعطيها، شنو تعجب، انا اكتب مقال اكتب كذا بس مو بوزن سمو الامير. فاني قعدت مع نفسي وايد وطلت بنفسي وايد، ولله الحمد حطيت كلمات بسيطة. خلنا نسمع الكلمات هذه الحين، يلا نسمع شيء. تقول يمكن سمعتوها، وتقول الكبير دايم كبير لأن صافي النية وصج من سمى الأمير قائد الإنسانية. يا أبو ناصر طيبة وحنان بداخلك، وهذا اللقب تستاهله ويستاهلك، كل أبو العالم يحبك مو بس شعب الكويت. في فرحنا وفي حزننا تزورنا بيت بيت، ضحيت ووفيت كفيت وعطيت، صدق من سمى الامير قائد الانسانيه. سلامتك الله عليك، صح الله لسانك، عسى الله يحفظه والدنا وقائدنا قائد العمل الانساني مثل ما ذكرت دكتور عيسى الاميري. حقيقه التكريم غير مسبوق عالمي على كافه العالم كله، وهو يعني هو رئيس دوله الوحيد اللي بالعالم تكرم من الهيئه الامم المتحده. ماذا تقول بالحب شعرا؟ بالحب شعرا 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 هني عاد لازم تطلع شوية صيد على هني زيادة. هني بالحب عندي وطني وعندي غزلي. وطن وطني عندي وطنية حصرية أبيعها لكم إن شاء الله حق الأعياد حصرية بإذن الله. كفو. الأعياد القادمة إن شاء الله راح تكون من ضمن الأعمال اللي قدمتها. يعني الحمد لله العيد الماضي، العيد الفبراير الماضي، عملت يعني عمل ضخم قلنا عبد الله رويشد الحمد لله من كلماتي مسي على ابو خالد، وكذلك نبيل شعيل ابو شعيل، وكذلك قثاره الخليج نوال الكويتي ما شاء الله الحمد لله لاغنيه يا سلام. فعندي وطني بس هذه بسويها مثل ما يقول واحد يتغزل بوحده. حلو. فبقول كلمه عشان المشاهدين اذا مو عارفين الكلمه راح تطلع معانا اللي هي البعدين. البعدين اذا ماشي ورا وحده وتصدك او تردك تسميك البعدين. البعدين يعني تصدك او تردك. نعم. فعشان المستمعين والمشاهدين. فهذه يعني مقربه لقلبي. حلو. وغزليه يعني تقول لقيت وحده قمر ملح وحلاوه وزين، امشي وراها بحذر خايف من البعدين، قالت لي هي يا بشر ماشي وراي الوين، قلت الشارع ممر ربي خلق لي عين، تبقين شمس وقمر تبقين سور الصين او فيلا بطن وظهر تضل على النهرين، قالت لي هي يا بشر عرف طريقك زين، حبيبي يسوى درة وأفديه بماي العين، كويتي عز وفخر وتاج على رؤوس كل البشر. سلامتك. صح الله لسانك، صح لسانك. يمكن أنا أبي أقول كلمة حق هذه الكلمات، يعني أنا قاعد ألتمس بساطة الكلمة أمانة، يعني حتى الكلمة اللي أنت شوية حسيت إنه يمكنها ما توصل وضحتها. أي. فهل تحس إن الجيل الجديد جيل يسمع الكلمة ويتذوقها؟ والله المشكلة اللي قاعد نركز على الكلمة البيضاء، الكلمة البيضاء توصل حق كل الناس، يعني ساعات مثلا كلمة ثقيلة ما تمشي حتى باللحن ما تمشي، بالتوزيع ما تمشي حتى بالغناء، بس أنت تبسطينها بحيث حتى مو حق الكويت، دول الخليج، الدول العربية.
فتكون البساطة أو الكلمة البيضة توصل أسرع. يعني صدقها صعبة ولكن أنا أشوفها الأسرع إلى القلب. أسرع يعني أسرع وأكثر تأثيرا. أكثر تأثيرا توصل للقلب أكثر يعني. حلو. كلمات حلوة ولكن حلو. ننتقل مع أن شتان ما بين السياسة والشعر، لكن ننتقل إلى السياسة شوي. يحب السياسة؟ أنت بتسحب حق السياسة؟ يحب السياسة لازم. يعني أمانة أنا يمكن بقول شيء، إن أبو عمر أول مرة يوصينا على ضيف كذي. أول أول شيء أبي أعرف أبو عمر ليش يوصي عليك؟ أبو عمر صديق ويار ويصلي معنا بالمسجد. أبو عمر وقاسم عبد الغادر أمسي عليه. تستاهل طالما جهودكم كلها يعني واضحة صراحة يعني. الله لا يغير عليكم. الله يسلمك. خلنا نقفز شوي قفزة سياسية. نعم. كمحلل سياسي وما شاء الله دكتوراه ومتخصص في السياسة، شفنا الأحداث الأخيرة بالكويت، أحداث مسجد الإمام الصادق، ترحم على شهدائنا أكيد وعسى الله يحفظ ديرتنا. ما هي نظرتك أو رأيك كمحلل سياسي دكتور عيسى؟ والله أنا أشوف الوضع اللي صار هذا طبعا فعلا يعني هي مو مجاملة، أنا سمو الأمير التقيت فيه عن قرب فعلا أب روحي يعني. يعني أنا يذكرني يستذكرني هذه الذاكرة فعلا، يمكن أول ما التقيت فيه ودخلت لقصر السيف وكان برمضان في العشر الأواخر قبل 3 سنوات، ودخلت عليه الولد اللي داخل على أبوه. أنا أكلمك قصة حقيقية عشتها معه. فعلا دخلت على سمو الأمير ولا هذا الشخص الإنسان البسيط اللي جالس على الكرسي وبكل تواضع. المشكلة سمو الأمير يحرجك في كرمه وطيبته. أكيد. أخجلني إنه قام لمدة 10 إلى 12 دقيقة. حس الله يحفظه. طول بعمره وسلمت عليه. كان يوم بالنسبة لي طبعا ما أقول لك إنه قبلها بيوم ونايم والأمور الأحداث، لأن أنت قابل شخصية شنو الكلام اللي بتقوله؟ أكيد. شنو التعابير اللي بتقولها؟ فيوم قابلت سمو الأمير الله يحفظه شال الشوائب هذه كلها والإزالات هذه كلها، فقام ووقف لمدة 12 دقيقة. أقول له سمو الأمير الله يحفظك استريح أنا واقف. قال لا 12 دقيقة ما أنساها في حياتي، إنه واقف ويسمع كلامي ويسمع كذا وتأنى في كلمة أقولها. حتى يوم قال لي يبا شنو دراستك؟ قلت له أبو ناصر أنا كتابي هذا عن سموك، عن صباح السمو والرفعة. قال لي شنو دراستك؟ قلت له دراستي عن الديمقراطية الكويتية وعن وصول المرأة البرلمان. كان رسالة الدكتوراه عن وصول المرأة البرلمان. طبعا أنا مع المرأة ونصيب المرأة يعني مثل ما يقولون. وصول المرأة أول ما وصلوا بالكويت 4 نائبات ووزيرة. حلو. فهذه كانت محض الرسالة ورسالة الوحيدة. حلو. كان يقول لي الله يوفقك. اتصال نفس اليوم بالليل عقب الصلاة كان اتصال من مدير مكتب سمو الأمير أبو فهد أحمد الفهد. كان يقول لي سمو الأمير يبيك. كان المشروع الوطني للشباب اللي الكويت تسمع. نعم. دخلنا لمدة سنة وعملناه والحمد لله لاقى صدى وقبول لدى الكل. أرد على الحادثة الأساس سمو الأمير يعني في الأحداث الأخيرة اللي صارت ما كان كبار الساسة وكبار المحللين كبار الاقتصاديين والسياسيين والدكاترة ما قدروا يحللون اللي قام فيه ولا يرسمون خطة خلال هالفترة، لأن خلال نص ساعة طبعا رحمة على الشهداء والله يشافي المصابين، بس خلال نص ساعة راح إلى المسجد وكان مكان يعني ما يندرى شنو تبعات الحرب هذه أو الإرهاب. نعم. وراح أزال الهم هذا كله وأزال الغموض هذا كلها ورأب ورأب للفتنة السنية والشيعية معنى أصح، فزال الشوائب هذه كلها. أنا أقول حتى محللين الكبار ما قدروا يحللون حنكة سمو الأمير كونه قائد إنساني فعلا الأب الحنون. يعني أنا حتى في القصيدة ذكرتها من سنة في فرحنا وفي حزننا يزورنا بيت بيت بالأفراح تلقاه أول 3 أيام بالعياد، يعني تلقاه موجود في رمضان أول 3 أيام تلقاه موجود يستقبل المهنيين العشر الأواخر. الأواخر فحتى سمو ولي العهد يعني، فهذه سابقة يعني غير مسبوقة في تاريخ الكويت اللي قام فيه سمو الأمير. ما يدل إلا عن أمير الدبلوماسية، حنكة سياسية لو بسطرها أعجز عن سموه، لأن أقول لك باختصار كبار الدكاترة ما يقدرون يحللون اللي قام فيه سمو الأمير يطول عمره ويحفظه، وهذه بشهادة العالم أجمع مو بشهادتي يعني، فشهادتي فيه مجروحة ربي يحفظه. هذه ردة فعل طبيعية أتوقع لا يكون لا فيها دراسة ولا فيها تخطيط. نعم. هذه ردة فعل طبيعية. صح. لقائد الإنسانية، لأنه هو مثل ما قالها بمختصر المفيد هذول عيالي. هذول. لا يعني كأي أب ردة فعله
ان تجاه هذا الموقف وضخامته راح يكون يتواجد حتى لو كانت الصعاب باقواها وامرارها. فهو تواجد في هذه اللحظه كرده فعل انسانيه من لقائد الانسان، لان الاحساس والشعور والاب على ابنائه. نعم. فهذه مثل ما يقول يعني مثل ما ذكرت تعجز كل الكلمات عن وصف سموه، أسأل الله يحفظه، وخصوصا في وجوده وتواجده في أولى الدقائق في مكان الحادث، أسأل الله يحفظه إن شاء الله ويرعاه. لكن عندي سؤال للدكتور عيسى، كونك كشاعر، وين لقيت الدكتور عيسى وين لقى نفسه؟ بالشعر الوطني أكثر ولا بالشعر العاطفة أكثر؟ والله أنا قلت لي في البداية كتبت عن الأم، وكان هاي رسالة حق الأمهات كلها، والحمد لله وصلت حتى في الوطن العربي، هذه نعمة كانت لي لأن كنت يعني الأم واحتضن الأم، وكانت رسالة سامية. بعدها أغنية سمو الأمير الله يحفظه ويطول عمره غادة إنسانية، وبعدها كانت الأعياد الوطنية لدول الخليج الشقيقة سواء قطر أو الإمارات أو عمان. الحمد لله عملت أغاني وطنية وسلمناها طبعا للإمارات في الأعياد الوطنية وقطر وعمان، والحمد لله لاقت صدى قبول، حتى يعني سلمتها لوزارة الإعلام والحمد لله يعني لاقت صدى واستحسانا. بعدها كان الأعياد الوطنية لدولة الكويت، والحمد لله يعني خلال فترة وجيزة قدرت أني أعمل يعني أغاني وطنية تليق في الكويت، لأن من الناس اللي قريبين للشعب الكويتي والخليجي اللي هو السفير غناء خالد عبد الله رويشي، ما قصر فعلا كلمات يعني، وكانت يعني دل على دلالة أن تقول أقسم والقسم دين أصون ترابك يا وطن. القص فيها أنا مدني، ولكن القسم يكون في السلك العسكري سواء الجيش أو الداخلية. صح. فيكون حتى المواطن بالبيت يقسم أن نصوم هالتراب، القسم ما يكون حق الجيش أو الداخلية. فالحمد لله لقد صدى قبول واستحسانا لدى الكل. وأغنية نوال طبعا، نوال مسي عليها أم حنين، غنت لي يعني من أفضل الأغاني صراحة، اللي لحين أسمعها أحس أنها فيني وطنية زايدة، تقول سلام سلم على أم الجمال سلام، شعب يعني سلام سلم على أهل الجمال سلام، شعب كريم وشيوخ كرام. يعني هذه اتصالات كثيرة يتنى على الأغنية هذه، والحمد لله أبدعت فيها. ومن ثم طبعا نبيل شعيل وشعيل ما مثلها هذا، احنا بنروح نسمع سلام سلام يا ام الجمايل، ونرجع وياك يا دكتور عيسى الامير. ليش ما تصورت هالاغنيه؟ هذه تصورت ولكن كان في يعني خلل بالصوت، وان شاء الله الحين قاعد اجهزها حق العيد الوطني الجاي ان شاء الله، لان فعلا يعني شهاده الكل وشهاده وكيل وزاره التلفزيون اللي هو يوسف مصطفى محمد امسي عليه، قال لي دكتور شلون قدرت تقنع الثلاثه عبد الله رويشد نوان نبيل؟ قلت له كل احترام لهم والمطربين، ولكن المطربين فعلا خلال فتره وجيزه عملت شيء يليق باسم الكويت، خاصه باعياد وطنيه، يعني ناهيك على الفيديو التلفزيون اذاعات الكل اشاد فيهم الحمد لله، وفيها نوع من الحماس. حلو. وفيها نوع من الشعور يعني. حلو دكتور عيسى، دايم يعني انت متواجد ودايم تطلع لنا باعمال حلوه، شنو في شيء جديد؟ شيء جديد طبعا هذا بعد الاغاني الوطنيه، شهر يناير الماضي اتجهت الى مسلسلات دراما. تترات بدايه تترات مقدمات تترات مسلسلات، اول مسلسل لي كان الجده لولو، عرض على الام بي سي وعلى او اس ان، كانت كلماتي وغناء بلقيس والحان حمد الخضر، ما شاء الله تعاون يعني تعاونت معه اكثر مره، وبعدها كلمتني ام سوزان حياه الفهد امسي عليها تبي مسلسل ثاني اسوي له التتر مسلسلات، وبعدها عملت مقدمة بعد سعد وخواته إنتاج الـ NBC وقناع عصام كمال، ولادة صدى وقبول بين السعودية، علاقة بين السعودية وبين دولة الكويت. نعم. علاقة الأسرة والكذا، فالحمد لله لاقى استحسانا. وبعدها عملت مقدمة اللي هي أحببتك منذ الصغر، قنت لي أسماء المنور هم كلماتي، وانتشرت على المسلسلات على أنا OSN. ودي يعني ودي أجيب طاري مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الشعراء، يعني قام كثير من الشعراء يكتبون قصائدهم وينزلونها على الانستغرام أو ينزلونها عن طريق السناب شات. صح. فهل تحس أن هذا مواقع التواصل الاجتماعي سندت الكلمة الكويتية بطابعها البسيط؟ والله الكلام مثل ما تفضلت يعني، وأقولش الكلام بسيط،
يعني الكل فهم صغير وكبير. يعني هذا مسلسل جدة الهلوة تكلم عن حياة الفهد جاسم نبهان عبد الرحمن العقر، والباقي كله صغار يهال. الحين اليهال الصغار مثل عيالنا صغار قبل يبدأ المسلسل قاعدين وحافظين الأغنية صح صح ويقولون الأغنية، يعني مثل ما أغنية القائد الإنساني الحمد لله للعلم ما قلت المعلومة هذه أن كل مدارس الكويت الحكومة أذاعت اللي هو الأغنية قائد العمل الإنساني، بسيطة وحلوة وسلسة كل مدارس الحكومة خلال سنة أذاعتها. طبعا أشكر فيها وزارة الإعلام وأشكر فيها ناصر اللرقين. الكلام البسيط السهل قاعد يوصل. شلون أقيسها مع اليهال اللي عندي بالبيت الله يحفظهم 5 سنين 6 سنين وصلت ويقولها وحافظها، عرفت ان انا بالسيف سايد. فتحرص على الياهل قبل لا تحرص على الكبير، ان الكبير واصله عندي. نسمع مقدمه الجده الاولى. يلا نسمع. كلمات جميله وايضا بسيطه وتدش القلب على طول. نشكرك على هذه الكلمات، ولكن انا يتبادر بذهني سؤال. الدكتور عيسى العميري، يعني وايد من الشعراء يكتبون اغاني وكلمات مغنى صح القول او غنائيه، لكن ما يوصلون الفنانين الكبار. شنو السر علاقتك مع نجوم والكبار الفنانين ومنتجين بعد؟ يعني حتى التترات منتجين هو اللي يقترح والله يعني اقول لكم اياها صراحه ان العلاقه زينه والكلمات اللي قاعد اختارها جدا بسيطه وسلسه. الشيء الثاني الكلمات انا قاعد اقدمها وقاعد اساعد في نشرها، واللي قاعد يساعدني بعد اكثر امسي عليه سالم هندي مدير قناه روتانا ابو فواز يعني فعلا. وهذه كلمه يعني انا اعتز فيها انه يعني اعوذ بالله من كلمه انا مو غرور، ولكن يعني الزين يفرض نفسه. كلمات بسيطه سهله قاعد توصل، فان شاء الله يعني قد وفقت. بس انا يمكن اقول كلمه ان هذه الفنانين الكبار اللي تغنوا هر اهرام يعني بالفن، خصوصا لما يغنون وطني، فاختياراتهم لا ما يجاملون فيها. اكيد بالضبط. يعني يمكن حتى لو كانت بواسطه او كانت ب يعني صح. ان احد يقترح عليهم بعض الشعراء اختياراتهم لا يعني لا جدال فيه. صح. فاكيد ان لو ما تقدمت الكلمه بشكل راقي وبروزت اجمل احاسيس التعبير صح. الا هي اليوم تغنت من كبار الفنانين، فلان الكلمه حلوه اليوم احنا نشوفها باحلى صوره وسهله وتوصل. ومثل ما تفضلت يعني الكلام البسيط ما يعرف يعني حدود، يوصل للكل يعني مثل ما يوصل للقلب يعني. نعم. ان شاء الله يعني الكلام ويفرض نفسه. يعني الدكتور عيسى العميري نشكرك على تواجدك معنا في غبدة رمضانية، الشاعر الجميل والكريم اللي حقيقة قدم لنا باقة ورد جميلة. نشكرك على كرمك وايضا على ابداعاتك الجميلة من خلال الشعر والتغزل في الوطن وايضا العاطفة، فكل الشكر لك. الشكر لكم والشرف لي اكون ضيف عندكم ان شاء الله. وانا اطالب بالديوان ان شاء الله، ناطرة ديوان شعري ان شاء الله. اتشرف ان شاء الله وعلى اهداء. اتشرف باذن الله ان شاء الله. ومثل ما تفضلت على الورد، ترى الورد للورد، وانتم فعلا من المكان وانتم ورد هالمكان هذا. وان شاء الله ترقبوني بالعمل الضخم القريب ان شاء الله باذن الله اللي راح ينقلني من الكويت الى الخليج الى الوطن العربي، وايام يعني مو اشهر راح تعرفون الخبر ان شاء الله. ان شاء الله قواك عبر شاشتكم الموقعه. شكرا لك. طبعا نشكر الحلو طبعا اليوم حلو مني حلو مني حلو مني مشكورين على الحلو. وانا احب اشكر فرح الشرهان على الازياء الحلوه، واشكر عبير واشكر مجوهرات العوضي، يعطيهم الف عافيه. ونشوفكم باكر ان شاء الله في غبقه رمضانيه كويتيه عبر شاشه التلفزيون الكويت، انا وزميلي محمد الوسمي قبل هالوقت بساعه. الى اللقاء مع السلامه.